أميرة بدوي من سكان الزيتون. نزحنا إلى رفح، قالوا لنا المنطقة آمنة. نزحنا وقصفونا صباح يوم الأحد، قصفونا يوم الأحد وطلعوني من تحت الأنقاص، طلعوني من تحت الأنقاض. وعندي كسر بالعمود الفقري وكدمات على الخناع الشوكي، ورفعوا لي عملية، عملوا لي عملية، رفعوا لي الطحال. وفقدت إخواتي 7 أشخاص وأمي، وإخوائي 4، فقدت 14 شهيد، إخواتي وولاد إخواتي 2 وأمي وخالاتي وأولادهم. بتمنى إنهم يعملوا لي علاج طبيعي، ويعني إني أتأهل للعلاج الطبيعي. بتمنى أرجع على بيتي والحرب يقف، وأعمل علاج طبيعي وأرجع زي أول وأحس بالأمان.